إن الحمد لله نحمد المستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. وبعد، فهذه رسالة جليلة القدر، نبيلة المقصد، صادقة اللهجة، مشرقة المعاني، بعث بها الإمام العالم الرباني ابن قيم الجوزية إلى بعض إخواني ليحدثهم فيها حديث الناصح الوجلي والمشفق الحدبي عن ذكر الله تعالى وما يحصل به من حياة القلوب وشفاء الصدور ومتاع الأرواح وبهجة الأنفس وقرة العين ونعيم الدنيا، وليقص عليهم في سطورها منزلة هذه العبادة العظيمة ورفيع مقامها وجليل مكانها ووافر هباتها وعوائدها على أهلها، وليبصرهم في أثنائها موضع هذه الشعيرة من هذا الدين، وأنها منه بالمحل الأسنى والمقام الأسمى والدرجة العالية الرفيعة، وليتلو عليهم من كتاب ربهم وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم بعض ما ورد بفضلها ونطق بشرفها، وليعلمهم هدي نبيهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم فيها قولا وعملا، علما وحالا، ظاهرا وباطنا، يأتوا البيوت من أبوابها ويقصدوا رضوان الله تعالى من سبيله الذي اختار لهم، ويبلغوا مراد الشريعة على جادة مأمونة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما يقولون، ومن سلك الجدد أمن العثار، ومن سلك الجدد الأرض المستوية أمن العثار، وتلك لأمر الله غاية جليلة وما يوفق للدعوة إليها والدلالة عليها إلا موفق ذو حظ عليم عظيم. ولمثلها سعى المصلحون وتسابق أهل الحديث والسنة في التصنيف في أبواب الذكر والدعاء. وها نحن إخواني الكرام مع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب والإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه، وما زلنا مع الصلاة من حديث يحيى بن زكريا، وكان الكلام عن الفصل الذي عنوانه إنما يقوى العبد على حضوره في الصلاة واشتغاله فيها بربه عز وجل إذا قهر شهوته وهواه، وإلا فقلب قد قهرته الشهوة وأسره الهوى ووجد الشيطان فيه مقعدا تمكن من فيه، كيف يخلص من الوساوس ومن الأفكار. وتكلمنا عن أنواع القلوب، وما زلنا مع هذا القلب، القلب اللي هو بين هذين الداعيين، فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده
واضح. ومرة ومرة يميل بقلبه داعي الهوى يعني والشيطان والطباع، فهذا قلب القلب للشيطان فيه مطمع، وله منه منازلات ومنازعات يعني ووقائع. ويعطي الله النصر لمن يشاء، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهذا إخواني الكرام يعني لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاح، فيدخل الشيطان إليه فيجد سلاحه عنده فيأخذه ويقاتله به، يعني واضح. فأسلحة الشيطان الشهوات والشبهات والخيالات والأمان الكاذبة، يعني هذه أسلحة لابد أن تعالج، ولا بد أن تبطل تلك الأسلحة الكامنة في القلب، يعني حتى لا يتمكن الشيطان منها فيحاربك بك، يعني فيحاربك بشهوتك ويحاربك بشبهاتك ويحاربك بخواطرك وخيالاتك وأمانيك الكاذبة وهي في القلب. فيدخل الشيطان في القلب إخواني الكرام، يعني فعندما يدخل فيجدها عنده فيأخذها ويصول بها على القلب. فإن كان عند العبد عدة عتيدة التي أعطاك الله إياها، يعني واضح، من الإيمان، يعني تقاوم تلك العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان. فإلا فالدولة لمن؟ لعدوه، للشيطان، عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني فإذا أذن العبد لعدوه الشيطان يا إخواني الكرام وفتح له باب بيته القلب، يعني وأدخله عليه ومكنه من السلاح اللي هو إيه؟ اللي هو الشهوات والشبهات يعني والخيالات والأمان الكاذبة، والأمان الكاذبة يعني يقاتله به، فهو الملوم. فأنت حجر عثرة في طريق نفسك، وهل آفة الناس إلا الناس؟ فنفسك لم فنفسك لم ولا تلم المطايا ولا ت ولا ولا ت ولا ت ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذارا، يعني واضح. فنفسك لم ولا تلم المطايا ومت كمدا فليس لك اعتذار. ثم وبذلك يعني نكون يعني وضحنا الجزء الخاص بالصلاة من حديث يحيى ابن زكريا، ثم نعود إلى شرح حديث الحارس الخاص بسيدنا يحيى الذي ذكر ما يحرز العبد من عدوه، قوله صلى الله عليه وسلم وأمركم بالصيام، واضح، وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك مثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعني يعجب أو يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يبقى هنا مهمة جدا يا إخوان الصيام ودور الصيام في إحراز العبد من عدو على مدى العمر كله يا إخوان الكرام. وتلك الأسلحة يعني لا يعني تضعها أبدا، فلا بد أن تكون شاك السلاح حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله إنما مثل صلى الله عليه وسلم إنما مثل صلى الله عليه وسلم ذلك بصاحب الصرة التي فيها المسك، لأنها مستورة عن العيون،
مخبوءة تحت ثيابه، اللي الصيام يعني، واضح؟ كعادة حامل المسك، وهكذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. مهم جدا يا إخواني، إذا كان أثره على الناس فما بالكم بأثره على نفسه وهو الحامل لتلك السرة يعني التي فيها المسك. يعني إذا كان الناس إيه، الناس تستفيد يعني، فما بالكم بصاحبها. والصائم هو الذي صامت جوارحه عن الأثم، مهم جدا، ولسانه عن الكذب، مهم جدا، والفحش وقول الزور، وبطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث. هنا نقطة مهمة جدا دي، هنا يا إخواني هذه خطوات الشيطان، خطوات إيه؟ الشيطان، ومداخل الشيطان للقلب. يعني واضح يا إخواني، ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني، ده هو بيرسم لك الحياة كلها من خلال الصيام. يبقى الصيام في شهر رمضان يوم الاثنين والخميس بس، ثلاث ايام من كل شهر، يوم عاشوراء ويوم عرفة، الاثنين والخميس. لا بس لا، اللي بيحصل ده يعني بالنسبة لصوم الجوارح عن الآثام طول العمر حتى يأتيك اليقين، صوم صامت جوارحه عن الآثام في الصيام بس، لا يا إخوان، ولسانه عن الكذب في الصيام بس، والفحش وقول الذور، وبطنه عن الطعام والشراب. هي دي النقطة الفيصل في المسألة، ان بطنه عن الطعام والشراب. هنقول طب في يوم هو مش صايم بطنه هتصوم عن الطعام والشراب ازاي؟ بالاعتدال وعدم التجاوز وعدم الاسراف يا اخواني الكرام. يعني لماذا؟ لان المسألة البطن عن الطعام والشراب، وهذه من أعظم مفسدات القلب، وهذه من أسباب قسوة القلب، الطعام والشراب. الإمام ابن القيم هو بتكلم في منزلة التذكر ومنزلة التفكر، فهو بيتفكر بيقول وإن التفكر طلب والتذكر وجود، والذي يمنع اجتناء ثمرة الفكرة اللي هو التذكر، هو طول الأمل وعدم تدبر القرآن والتفكر فيه وعدم تجنب مفسدات القلب الخمسة. ايه مفسدات القلب الخمسة؟ الشبع، طبعا الشبع، والشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله، وركوب بحر التمني الذي لا ساحل له. فبيهمنا ايه بقى في النقطة الشبع؟ يبقى هنا الصيام يا اخواني كمفردات يعني هي منهج حياة، الصيام منهج حياة، طريقة حياة يا إخواني الكرام، يعني منهج حياة، اللي هو إيه؟ صامت الجوارح عن الآثام، صامت الجوارح عن الآثام، صامت الجوارح عن الآثام، واللسان عن الكذب والفحش وقول الزور، والبطن عن الطعام والشراب. برضو لها دور، مفسدة القلب الخمس، أسباب قسوة القلب الشبع، وفرجه عن الايه، عن الرفث. فإن، ودي خطوات الشيطان إلى القلب إخواني الكرام، فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، تكلم بالذكر. ومن حسن إسلام المرء يا إخواني، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والذي يعنيه إخواني هو الواجب بالفعل والمستحب بالفعل
والحرام بالترك والمكروه بالترك والمباح بالنية يكون مستحبا. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. يبقى الصائم هو الذي صامت جوارحه عن الآثام ولسانه عن الكذب والفحش وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث. فإذا تكلم إخواني الكرام فإذا تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه. فمن هنا يخرج كلامه كلاما كله نافعا صالحا، يعني نافعا وصالحا، وكذلك أعماله، فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك. طب الريحة اللي هو بيشمها، أمال صاحب، أمال حامل المسك يعمل إيه؟ أمال الصائم اللي هو حامل المسك ده هيستفاد إزاي أكتر من اللي إيه؟ من اللي جنبه. كذلك من جالس الصائم انتفع بمجالسته له وآمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم. هذا هو الصوم المشروع إخواني. وهنا هيجي لنا سؤال بقى، لماذا شرع الصوم؟ سؤال مهم جدا، ليه شرع الصوم؟ مما لا شك فيه لصلاح القلب واستقامته على طريقه، لصلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله عز وجل والدار الآخرة، من خلال لم شحص القلب المتفرق من أودية الدنيا المختلفة، من خلال الجمعية على الله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين، ولم شحص القلب المتفرق، وذلك بالإقبال على الله. والإقبال على الله يحتاج إلى التخفف. من ضمن التخفف إيه؟ من الطعام بالصيام إخواني الكرام، التخفف من الآثام يا إخواني الكرام مما لا شك فيه. يبقى هذا هو الصوم المشروع أيها الإخوة الكرام، هذا الصوم المشروع، لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب. ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به، واضح، والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشراب. حديث أخرجه الإمام البخاري من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع، يعني حظه من صيامه الجوع والعطش. حديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجة وأحمد والإمام أحمد والدارمي وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة والحاكم على شرط البخاري ولم يتعقبه الإمام الذهبي. فالصوم أيها الإخوة الكرام هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، مهم جدا، وإحنا قلناه أسباب إيه؟ فساد القلب، وفساد القلب الخمسة من ضمنها الشبع. فكما أن الطعام والشراب إخواني الكرام يقطعه عن الله عز وجل ويفسده ويقسيه، فكذلك الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتصيره بمنزلة من لم يصل، يعني لم يتحقق الغرض من تشريع الصيام. وإخواني وقد اختلف في وجود هذه الرائحة، وقد اختلف في وجود هذه الرائحة من الصائم، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، على قولين.
وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد ابن عبد السلام، واضح، وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع. كان ده مورود في كتاب المجموع للإمام النووي، والبدر المنير لابن الملقن، وفتح الباري لابن حجر، وطرح التثريب. يعني يقول: وقد وقع بين الشيخين الفاضلين أبي محمد بن عبد السلام وأبي عمرو بن الصلاح في ذلك تنازع، فمال أبو محمد أي ابن عبد السلام إلى أن تلك في الآخرة، وصنف فيه مصنفا، واضح، ومال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة. يعني الشيخ محمد بن عبد السلام مال إلى أنه في الآخرة، والشيخ عمرو بن الصلاح يا إخوان الكرام مال إلى أن ذلك في الدنيا والآخرة، أن ذلك في الدنيا والآخرة، وصنف فيه مصنفا رد فيه على الشيخ أبي محمد، واضح، وسلك أبو عمرو ابن الصلاح في ذلك مسلك أبي حاتم ابن حبان فإنه في صحيح بوب عليه كذلك، فقال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم ساق حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، والصيام لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، واضح إخواني. ثم ساق حديثا من حديث ابن جريج، من حديث من يا إخواني؟ ابن جريج، من حديث ابن جريج، واضح، عن عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان، وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، واضح، وإذا لقي الله فرح بصومه. قال أبو حاتم: شعار المؤمنين يوم القيامة التحجيل بوضوئهم في الدنيا فرقا بينهم وبين سائر الأمم، وشعارهم في القيامة بصومهم طيب خلوف أفواههم أطيب من ريح المسك، ليعرفوا من بين سائر الأمم. ذلك الجمع بذلك العمل جعلنا الله تعالى منهم، ذكره صحيح ابن حبان، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله يوم القيامة. يبقى هنا جعلها من علامة المؤمنين يوم القيامة التحجيل والإيه والخلوف. ثم قال إخواني الكرام، ثم قال: ذكر البيان بأن خلوف فم الصائم يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا.
ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات إلى 700 ضعف، يقول الله: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. يدع الطعام من أجلي والشراب من أجلي، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. ولا خلوف فم الصائم حين يخلف من الطعام أطيب عند الله من ريح المسك. واحتج الشيخ أبو محمد بالحديث الذي فيه تقييد الطيب بيوم القيامة. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقي في قلوبهم الرعب، وألقي عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتاهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم وأطعم جائعهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمانة في ديارهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجل وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين المحاربين، شتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم، اللهم خرب ديارهم كما خربوا ديار المسلمين، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، اللهم كل إخواننا المستضعفين في السودان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على حبك وتقواك، اللهم داوي جرحاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وفرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.